فرح معناته بدك تفرح العريس تفرح ابو العريس تفرح ام العريس والله ضل خط الزوار ضل بطلع حفلات يعني بحاول يعني ما سامي الحرازين مع خالد فرج مع اي فنان اكرم حسن كلهم بيساعدوني انه يعني لو في حفله اطلع اعمل لي يعني زي نمره او وصله هيك فهذه ان شاء الله بتكون بدايه طريق لاعمل حفلات او اعمل فيلم كمان الهيبة هاي موجودة مثلا عند مغنية لساته نرجع معنا الحمد لله اليوم الجمهور كله بنتظر السامة حرازين مغني جديد احنا بنحاول لو 1% نخلق نوع من الفرح للناس نرفه عن الناس ما في شغلة بغزة تفرغ كبت الشباب إلا الحفلات الفنانين يعني خارج غزة خارج فلسطين عامة يعني إنه الفنانين دول يعني ماخذين حريتهم يعني بغنوا في أي بلد بدهم إياها احنا موجودين في السجن ما طلعناش من السجن مثل السجن هو سجن أقسام هي أقسام ألف بي جي ذات كل حا طب الليل أحلى ليلة في الخارج في تقدير للفنان فنان يعد سفير لدولته في بلدنا الفنان الإنهام أنا بكل حفلة بغني لأبو عمار حاولوا أنه يعني بدهم يعدوها كان نوع من أنواع الأغاني الممنوعة لكن هم تفهموا أنه الأغنية ما بيش فيها تحريض اللي بحب أبو عمار يرفع ديلة فوق شد شد بهمني انه الفنان الفلسطيني يطلع برا انه يوصل رسالته للعالم. يعني انه كل واحد بيقول لك فلسطين فلسطين ما حدش ماخذ عنها فكره يعني داخليه. غير هيك وجود احتلال عندنا بالداخل وجود خلافات داخليه في الشعب الفلسطيني عامله اكبر سلخ في حياه الفنان.